هل يجوز الحل بالله في الإصلاح بين متخاصمين بالكذب؟ يا أخي لا تعنت نفسك، لا تعنت نفسك، ما تقولش والله العظيم والله والله بيقول كذب. الله، هو سحلفك عشان تحلف له؟ قول كلام إخبار، لأن الحلف يعني تقرير، فاجعل كلامك على صورة الخبر. نعم. يقول أنا لا أحلف ولكن صدقني، ولا يحلف إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا. فعندنا حديث ابن أبي رافع عندما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لقتل ابن أبي الحقيق، فقال يا رسول الله سأفعل ولكن إذن لي، يعني إذن لي في أن أقول فيك كلاما شديدا، مع إن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له لما سيترتب على ذلك من المصلحة وهو قتل هذا اليهودي.